مساء الخير، اليوم راح أسوي معاكم بودينج الشوكولاتة. طبعا آخر واحدة ممكن تسوي هالترينت هي أنا. أول حاجة نجيب كيكة جاهزة، بعد كذا نفتتها ونحط عليها الحليب، بعد كذا نجيب في قدر 4 ملاعق من النشا وملعقتين شوكولاتة بودرة، 3 ملاعق من السكر وكوب من الحليب. نخلط المكونات كلها مع بعض لحد ما تتجانس، بعد كذا نضيف علبة قشطة، طبعا أنا حطيت الجيمر، 4 ملاعق من شوكولاتة جلاكسي أو نوتيلا. نحطها على النار ونحركها لحد ما نوصل لها القوام، بعد كذا نحطها فوق الكيك ونزينها بعين الجمل وأي فواكه أنتوا حابينها. طبعا أنا حطيت العنب وحطيت الفراولة والتوت والكيوي. أهم شيء لا تنسون اللايك والاشتراك في قناتي، وصلوا على رسول الله، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد.